السلام عليكم إخوان، دائما معكم قناة البناء والتجهيز. اليوم فيديو كيخص الضيعات الفلاحية والمعلومات أو التجهيزات الأولية اللي كيديرهم أي مقبل على شراء ضيعة فلاحية ولا فيرما مباشرة من بعد الشراء. دونك الإخوان، أول حاجة يديرها الإنسان اللي كيبين بها التملك ديالو لديك الفيرما ولا ديك الأرض الجديدة هو يدير هاد الزرب. المصطلح فلاحي هذا كيخدموا الناس ديال العروبيات، دونك الزرب خصو يجرب الارض ديالو ويدير هاد لي بوطو هما اللي باينين ويدورهم على الارض ديالو كامله. هاد لي بوطو اللي كيتباعوا تسيما تقريبا ابتداء من 45 درهم للفوق، وصلين حتى 80 درهم على حسب الحديد ديالهم على حسب الطول والعرض. دونك وكاين اللي كيصايبهم سور بلاس. هذا الزرب في هاد البلاد هادي اللي غادي هكا، وكل مسافه كنشكلوا فيهم دوك لي تريونغل اللي كيرونفورسيو، هادوك هما باش كنرونفورسيو الزرب ديالنا. ومن بعد كيجي البير، حتى هو اساسي باش كيعرف الانسان البير ديالو واش عنده الماء ولا ما عندوش الماء. وعلى ضوء هاد المعلومه ديال البير كيمكن له يطور المشاريع اللي كلو تكون واش سكنه واش فلاحه. دونك البير احسن ما يمكن يدير الانسان هو البير بلدي، كيديروا الثمن ديالو حتى هو كيتراوح ما بين 550 وانت طالع حتى 700 درهم على حسب الارض وعلى حسب البلاد كي كاينه. والبير غالبا تيكون تيشوفوا الناس الجيران ديالهم كي داير البير عندهم باش كياخذوا فكره على البير. دونك في هذا النموذج ديال هذا البير اللي كنا تكلفنا به كانت واحد شويه ديال الحجر وكانت هرسنا واحد الكودي. هادو من المسائل اللي كيوقعوا للناس اللي كيحفروا البير. من بعد ملي كيلقى الانسان وسبحان الله البير كيكون بتوكل على الله تعالى، وتيكون واخا كاين طرق علميه اخرى ديال السوندا وديال كاين دي زانجينيور اللي كيخرجوا دي زاباري كيعرفوا الماء فين كاين والديبي ديالو الصبيب ديالو شحال كاين، مي تيبقى الطرق التقليديه احسن طريقه امنه. وكيبني الانسان بالياجور ديالو من بعد، وكيدير له سميتو كيدير له الباب ديالو. من بعد كيجي الضو، هادو المسائل الاساسيه اللي كيداروا. الضو غالبا تيكون تابعين لونيب، هاد الاراضي الفلاحيه كيكون الى عندك البوطو قريب قل من 60 متر ولا قل من 50 ضروري تدير الربط. دونك تدير غير البوطو ديالك تقريبا تيتراوح الثمن ديالو 7000 درهم. كتحط البوطو، كتشوف شي واحد اغري شي شركه اللي معتمده من لوينو كيحط لك البوطو كما قلت لكم قل من 50 متر قل من 40 متر، حتى ايضا ممكن يدوزوا لنا بوطو. كانت اكثر من 40 50 خصك دير ليتود، خصو يخرج عندك سيرفيس ليتود ديال لوينو كيشوف اقرب نقطه اللي ياخذ منها الضو وكيدير لك الربط. من بعد خصك دير بحال هذا النموذج، كان البوطو بنينا حداه تقريبا داك الحيط اللي غيكون فيه الطابلو والكونتور، وكيتبرونشي تراكورد الانسان بالماء في افضل الحالات، زعما ما تيكونش بزاف ديال المشاكل. ومن بعد ملي كتسالي هذه الخدمه ديال التجهيزات كيمكن خصك تاخذ الرخصه للجماعه اللي تابع ليها انت. هذه الرخصه هي سميتها رخصه الربط بالكهرباء. هاد التجهيزات ديال الكهرباء كيتكلف بهم لوينو، كتعطيك ليتود، كتشوف الشركه اللي معتمده منهم، كتجي تحط لك البوطو وتحط لك الطابلو ديالك، كتجيب تريسيان ولا البنايه كيبني لك هاد الحيط هذا وكتحط الطابلو ديالك. ولكن باش تجيب الكونتور النهائي وتدخل الماء ديال الضو ديالك ضروري تجيب واحد الرخصه من الجماعه. رخصه بسيطه كتعطي فيها الوثائق الشراء الاولانيه مع فوت كوبي دو لاكارت وكيبرونشيو لك. هذه حتى هي من الاساسيات اللي اعتبرتها من الاساسيات. ضروري ملي كيكون تتكون ضيعه عباره عن ارض خاليه ما فيها والو تدير واحد سكون ابيل واحد العشه وما تيسموها بالركب بالكسب ماموني ظهر الحمار، هادو سميات مهنيين هما مضحكين شي شويه ولكن هذه هي الاسم ديالها. هادي بالركب الماموني في جناب والفوق عندها ظهر الحمار تيسميو ديك لا فورم هكاك ديال البلافون ديال هاد البركه ظهر الحمار. دونك تخدم حتى هي ب 20 ما بين 20 18 درهم على حسب الجوده ديال اليد العامله، وكتصايب وكتمونطا عندك سور بلاص. هادي كليسه مزيانه الانسان يديرها في البدايات دونك تيوجدها باش يجلس فيها، حيت من بعد تيكونوا صحاب البير تيحفروا خصك تجلس فين تفاهم معاهم، هما خصهم فين يجلسوا. الاخوه اللي كيخدموا الزرب اللي كيحفروا الحفاري فين كيديروا دوك لي بوطو مع الشبكه ما شرتش ليها في الاول، دونك الزرب خصو يدار مع الشبكه ولي بوطو ديالو حتى هما تيجلسوا فيها. الناس اللي كيديروا الضو ولا البنايه تيحط فيها المسائل ديالو كيجلس فيها واحد الوقيته ديال ديك الوقيته اللي كيرتاحوا فيها وقيته الغداء. ودونك هادو معلومات اوليه تيتقاسمهم الانسان.